difficult صعوبة بيمن الجور الجانا دليفري صعوبة بالولادة ما تن عن طريق المهبل ليش لأن احتمال يتعب يوقع الطفل عندنا يعني يتعرض إلى مخاطر أو ما تقدر تدفع أو نتيجة الولادة يقل الأكسجين مو بناقل الأكسجين عرض الجنين إلى خطورة لو أبقار سكور نسبة الأبقار راح يطلع الدليش راح يشوف التنفس يقل عدة راح يشوف النبض لأن حسب ما شفنا إحنا قلنا اختلال راح يصير بالإنترنال أورجان يعني الأعضاء الداخلية تمام؟ ليش هنا يشوف ميكونيوم اسبريشن راح يش يشرب اسبريشن يعني يستنشق شو يستنشق؟ ميكونيوم مادة العق عافية عليكم فاللي يستنشق مادة العق راح شو يصير فيه؟ يقل أيضا الأكسجين عندك ويصير عندك توكسيك تمام؟ فانهيليشن يعني راح يستنشق لأن الاسبريشن انهيليشن هو راح يستنشق الإيمة إما بستول فاسد وايلد إن بيوكلاس يعني موجود بالراحة راح يستنشق يفوت الجهاز التنفسي تمام؟ كان ليه تو بريثينج بروبلم ما يؤدي الى مشاكل الجهاز التنفسي وعندنا النقطه اللي هي لو بير ويت راح يقل عندنا وزن اكيد اذا كانت الحجم الاعضاء يقل عندنا شنو؟ الوزن اذا احد اسباب لو بير ويت اللي هي اي يو جي تمام؟ ممكن هاي بوبلاسيميا وضوء سكري لو بلاد شوجر يعني كل السكر بالدم هاي ريد بلاد سيلز كاونت راح تصعد كريات الدم الحمراء ريد تصعد راح يصير عندنا الخلل متوازن بسبب الاوعيه الدمويه فاحنا عندنا تركيز اذا صار خلل بالاوعيه الدمويه وبالتركيز تصعد كريات الدم الحمراء ايش قد عندنا مصابين بكورونا من ضرر الجهاز المناعي شنو صعدت؟ ار بي سي صعدت وصار ويا مصعدة الـ RBC تخدرات صعدة وصار فهذا إلى مكونات الدم قلت تغذية فيتامينات بي 12 كلها فأعطيت فرصة لمن بس الـ RBC راح تصعد مدولك مصعدة ويا لذلك صار خلل في تركيب الدم فبمعنى شنو فقر الدم ليس خلت بالـ RBC وإنما خلت بمن بالهيموغلوبين مادة صبغة الهيموغلوبين فبما انه اكسجين ماكو وقل صبغة الهيموغلوبين شطت مجال للار بي سي صعدت يعني شبه نسوجه صار يعني شبه دم تخثر للجنين لذلك يصير لونه يختلف عن الالوان يكون شاحب ليش التخثر يصير لونه شاحب